فينا نختم في توقع على نيشان. انا بقوله او ما بقوله ما بعرف، انت بتعرف كيف بيطلعوا معي كيف انا بحس. طلع عندي فكره خطيره كثير كثير راكبه براسك، لازم تشيلها، لازم تسحبها، لازم تقلعها من راسك وما تخليها مطرح. ويمكن ما جيت اليوم باشاره معينه تقول لك هذا الموضوع لك انت كمان، انه راسك مخبوط بقلب بعضه، ما عم تقدر تشيل هالافكار من راسك. بس الفكره اللي خيفان منها هي حدا كلمه انتحار، وكلمه الانتحار ما بعرف اذا انت كان في شي فرد حطه حدك او حاولت تعمل شي بحياتك قبل هلا. فانا عم بحكيك اللي ردك على اللي شفته انا هو شخص واحد باول مره، اللي هو الوالده. نودي تحيه للوالده، رجعتك من محل او كنت اليوم ببلا مطرح انت فيه. عم بحكيك كخي وصديق، انا مش مضطر احكي ها ولا لا بين انه بعرف ولا بين انه طالع معي شيء، بس يمكن عم بقول لك هيك ترد هلا فكره من راسك، لان في صفحه جديده وحياه جديده نطرتك. شيل فكره ما يسمى انتحار، واذا في اي سلاح موجوع حدك اي فرد حطه على جنب. شكرا لك ميشيل حايك، شكرا على عندك فرد نيشان؟ اي عندي فرد. هذا الفرد كنت حده شي فترة من هالفترات، من جمعة من جمعتين، بس سؤال مش أكثر، مش لمبين. بعتقد ما كثير بهم المشاهد، يعني المشاهدين، بس يبقى توقع. يبقى توقع. ميشيل حايك شكرا على وجودك على شاشة الجديد. انبسطت كثير انه استضفتك هيدي المره الثانيه 2005 و2020 15 سنه، على امل انه نلتقي بك بال2035 اذا. شرف لي اكون معك مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. شكرا لك، انت ايمانك اول. شكرا لك.